ندعو المتسابق السادس عبد القادر محمد غني محمد عزمي من دولة سريلانكا. اقرأ من قول المولى تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها ولكن ليبلوكم في
يرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. حسبك.